رمضان كريم، ومع أول يوم في هذا الشهر الفضيل انطلقت الدورة البرامجية الرمضانية لقناتي أبوظبي والإمارات تحت شعار رمضان يانا والخير لفانا. خلينا ناخذ جولة سريعة على بعضهم سوا. وبداية الخير لازم تكون كلها كوميديا وضحك مع المسلسل الكوميدي الإماراتي خاشع ناشع اللي بيعرض على قناة الإمارات. والمميز بهالمسلسل انه بياخذنا لزمن الستينات الجميل، وبيظهر النقلة الحضارية وبداية التطور من مواقف طريفة بتصير مع سكان القرية. تابعوه وشاركونا رايكم على السوشيال ميديا. طالع من بيت شطلقة مستوي انت؟ السلام عليكم. سلام بوي. ناشع عطني غاز لو تكرمت. بخبرك ابو مبروك، حطوا عمود عند باب بيتكم ولا لا؟ نعم حطوا عمودين. ومن الستينات رح نرجع أكثر للماضي بزمن الخمسينات من خلال مسلسل الشهد المر، واللي مشارك فيه جاسم النبهان، حبيب غلوم، زهرة عرفات وغيرهم، لسرد قصص اجتماعية واقعية بإطار تراثي إماراتي بيتصارع فيه الخير والشر. يومياً على قناة الإمارات الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات. افتح الباب يا شبهين. اللي ربونا الريايل قالوا لنا إن كلام الحريم ستره البيوت، لكن صراخ السكيك ذبح كلاب. ميتيدي قادرة توصلها. يمان، عصمة، ورند هو خليط الشخصيات اللي بيعيشها باسل خياط في مسلسل النحات، واللي راح تعيشوها معاه يوميا وتتعرفوا على تطورات هالشخصيات. يعني الواضح يا باسل انه راح نشوفك بتغني وكمان بتمارس النحت. طيب يا ترى ايش ممكن تكون هواية الشخصية الثالثة؟ اي حدا ممكن يكون كده. وبجانب باسل راح نشوف امل بشوشة بثنائي جميل، فالجمهور لسه عالق بذاكرتهم مشاهدهم في مسلسل الإخوة. تذكر الحياة كلها، الحياة موجودة هون بقلب بيتك. ومن جابر سلطان للدي جي مينا، عابد فهد مثل العادة بيسحر جمهوره بدور جديد وغريب وصعب، الساحر. صدفة غريبة بتجمع عابد مع ستيفاني صليبة، بتغير حياته وحياتها وبتدخلهم بلعبة مع الكبار. وهنا بتبدأ القصة ليتحول عابد فهد إلى منجم وبتتغير حياته كليا. وعشان نشوقكم أكثر فالقصة رح تبدأ من النهاية. كيف؟ تابعوا معانا ورح تعرفوا أكثر. كتير بالحياة لازم نقبلها مثل ما هي، لأنه إذا حاولنا نفكر فيها نخربها. ما قدر تدبر حدا يوقف معنا. ومثل ما افتتحنا بالكوميديا رح نختمها بالكوميديا مع المسلسل الكويتي ماني كان من بطولة فؤاد علي وهي عبد السلام اللي كمان أخرجت هالعمل. والمسلسل بيجسد الصراع الأزلي بين المرأة والرجل، رح نشوفه بين مجموعة من الشباب والبنات. أما ثنيان اللي بيلعب دوره فؤاد علي مخبيلنا مفاجآت كثيرة، فهل رح يكون له علاقة مباشرة بتطورات شخصية هيا؟ تابعوهم في أولى حلقات المسلسل اليوم. كلها من أوروبا، ممنوع دخول المأكولات والمشروبات والرجال، وتحتها 600 خط. كم مينونة؟ أنت شنو واحد ما يحاجة جد يعني؟ طلع عاد البطحة اللي على راسه كبر الأرض. بدونا ما تسوي كذي شفي جهدس؟ حدهم متخصبقين. نلقاكم باكر صياما مقبولا وإفطارا شهيا، ويلا باي.